بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكمل اليوم بورك شيت رقم 1. المحاضرة الماضية عملنا الكلاس بوينت، هسه راح نضيف نعدل نذكركم ببعض الأشياء ونعدل عليه شوي، بعدين راح نكمل بالأسئلة. بس بذكركم إن الكل يسجل حضور وغياب شات اسمك ورقمك، تسجل حضور وغياب شات اسمك ورقمك. نرجع للكلاس بوينت اللي شرحناه المحاضرة الماضية. الكلاس بوينت حطينا فيه الكونستراكتر وديسبلاي وترانسليت واد بوينتس ميثودز، هذول 4 ميثودز. لو سألتك كم عدد الميثودز تحكي لي 4. كم داتا ممبر كان فيه؟ 2 داتا ممبرز اللي هن اكس وواي، اكس كانت برايفت وواي بابليك. نتذكر كمان مره مين يميز لنا بين البرايفت والبابليك. البرايفت وبابليك حكينا في عندنا ممبر اكسس سبيسيفاير بروتكتد بابليك، هذول اسمهم ممبر اكسس سبيسيفايرز. شو اسمهن؟ Member Access Specifiers، الـ Private والـ Public والـ Protected، معناهن بحددن مين المسموح يستخدم الـ Member، مين مسموح يستخدم الـ Member، لهيك اسمهن Member Access Specifiers. طيب، محددات الوصول للعضو، للـ Member، الـ Data والـ Function. حتى الـ Function ممكن يكون Public، ممكن يكون Protected، ممكن يكون Private، مش بس الـ Data Members، حتى الـ Methods كمان. إذا ببلشوا بأندرسكور يعني هذا Protected، بلشتوا بأندرسكور أندرسكور يعني Private، ما بلشش بأي إشي يعني Public. طيب، شو يعني الـ Data Member يكون Private؟ مين يذكرنا شو الفرق بين الـ Private والـ Public؟ يلا مين؟ يلا بدي ناس تحكي مشان اللي بس تذكرونا. يلا دكتورة، اللي برايفت ما بنشاف اللي من جوا الكلاس. أيوة صح، كمل. والبابليك، والبابليك البابليك من جوا لا، هاد زميلكو بيحكي انه البرايفت ممبرز هو خاص بالكلاس، يستخدم فقط داخل الميثودز الموجودة داخل الكلاس بس. يعني من داخل الكلاس الإكس، هاي إكس برايفت، بقدر أستخدمه الديسبلاي، ديسبلاي طبع قيمة البرايفت ممبر إكس، ما فيش مشكلة. الترانسليت استخدم إكس لبرايفت، ما فيش مشكلة. الأد بوينت استخدم إكس لبرايفت، ما فيش مشكلة. بس لو رحت طلعت برا وجيت قلت له بي 1 بي 1 dot underscore underscore x، على فرض انه يساوي 10، هل قيمة x هو ما راح يعطيني عليها error، بس ما راح يغير الداتا منبر x، راح يظل نفس القيمة. لو قلت له هنا p1 dot display راح الاقي انه x ما تغيرت، ما صارت 10، x لبرايفت ما راح تصير 10. شوفوا ما اعطاني error، بس بنفس الوقت غير قيمة x لبرايفت، لا ما عمل. هون كأنه بيفترض انك انت بتعمل واحدة جديدة، بس فعليا اكس الداتا منبر اللي انشأ داخل الكونستراكتر ما تغيرت قيمته، ظلت قيمته 3، ما صارت 10. اذا طبعا لغات البرمجة الاخرى ده بحاول استعمل البرايفت منبر من برا بعطيني ايرور، بلغة بايثون لا ما بعطيني ايرور، الها معنى ثاني، بس بنفس الوقت ما بغير قيمة البرايفت ممبر، لأن أنا ما استخدمت البرايفت ممبر، لأن أنا ممنوع استخدم البرايفت ممبر من خارج الكلاس. لهيك بنعمل البرايفت ممبر، الممبر برايفت. شو هدفي من الممبر إنه يكون برايفت؟ هدفي information hiding. شو الهدف؟ information hiding. شو يعني information hiding؟ يعني أخفي هذا الداتا عن اليوزر الخارجي، أخفيه بحيث أمنع أنه اليوزر الخارجي يستعمله. طب ليش أخفيه؟ ليش ما أخلي اليوزر الخارجي يستعمل هذا الداتا منبر؟ خليه بابليك. الهدف مني أني أسيطر على عمليات الوصول لهذا المنبر بحيث أنه أمنع اليوزر مثلاً يسند قيمة خاطئة لهذا المنبر. مثلاً ممكن أعمل هسه فانكشن يعمل إسناد لإكس وأحط شرط أنه إكس لازم تكون مثلاً أكبر أو تساوي زيرو. لو سمحت للخارجي يستخدم إكس مباشرة ممكن يسند قيمة سالبة، تخالف الشرط اللي أنا حطيته. طيب البابليك ممبر، هذا البرايفت، البابليك بصير الميثودز اللي جوا الكلاس تستعمله
وكذلك من الخارج. يعني لو هسا x شفنا انه ما غيرتش، بس لو قلت b1 dot y، b1 dot y يساوي 19، هسا رح الاقي y انها تغيرت، بطلت 7 صارت 19. شوفوا y كانت 3 7 الاوبجكت b1، عملت تغيير لx ما تغيرت لانها برايفت، اما b1 dot y صارت شو قيمتها؟ صارت قيمتها 19 تغيرت. لاحظ البابليك ممبر قدر اليوزر الخارجي انه يغير قيمته، ما عليه ما لانه ما عليه قيود، لانه واي بابليك مش برايفت. طيب البرايفت ممبرز كيف اخلي، كيف اقدر اعدل قيمته واشوف قيمته؟ اذا تغيير مباشر ممنوع، زي ما احكي بي 1.x.underscore_x تساوي 10، هاي ما راح تغير قيمه x، هاي خاطئه قلنا بمفهومها، خاطئ إلها معنى بس بمفهومها. أنا بدي أفترض إنه الداتا ممبر إكس البرايفت داتا ممبر إكس الموجود بي 1 تغير لعشرة، ما راح يتغير. طب أنا شو أعمل؟ كيف كنتوا تتعاملوا مع البرايفت ممبرز؟ شو ضفتوا على الكلاس عشان تقدر تسند قيمة للبرايفت ممبر، عشان تقدر تشوف قيمة الداتا ممبر البرايفت داتا ممبر؟ شو أعمل؟ شو أضيف على الكلاس؟ كيف بس كيف بدي أتعامل مع البرايفت ممبر؟ شو أضيف على الكلاس؟ يلا مين يجاوب؟ الكل يسجل حضور شات اسمك ورقمك، والاسم الرقم يكون بالإنجليش مش بالعربي، الرقم الجامعي يكون رقمك الجامعي يكون باللغة الإنجليزية مش بالعربي. أما اسمك بدك تكتبه بالعربي أنت حر، أما الرقم لا لازم يكون بالإنجليش. يلا مين يحكي لنا كيف شو أعمل؟ شو أعمل عشان أعمل أكسس على البرايفت ممبرز؟ يلا يلا يا شباب شو نعمل؟ شو نعمل؟ أخذنا الجيت والست، أخذنا الجيت والست متذكرينهن؟ الست يسند قيمة لديتا ممبر سواء كان برايفت أو حتى بابليك، يعني مش مشكلة، بس إحنا أكثر شيء بنتعامل الست والجيت للبرايفت، لأن أنا ممنوع أعمل عليها أكسس من الخارج، مضطر أعمل طريقة غير مباشرة، طريقة غير مباشرة، بعمل methods public هي تعمل وظيفتها توريني قيمة البرايفت ممبر، وميثود أخرى تسند قيمة للبرايفت داتا ممبر. هاي الميثودز لأنها public بيقدر اليوزر الخارجي يستدعيها، وهي بدورها تعمل أكسس على الداتا ممبر. وبالتالي أنا بكون بعمل أكسس بطريقة غير مباشرة. يلا مين ذكرنا بالجيت؟ نعمل فانكشن مثلا اسمه جيت إكس. هذا الفانكشن جيت إكس شو راح يكون وظيفته؟ إنه رجع لي قيمة البرايفت داتا ممبر إكس. يلا مين يحكي لنا؟ مين ينقلنا الفانكشن؟ مين ينقلنا الفانكشن؟ جيت إكس. يلا يا شباب. يلا شباب صبايا. اختار أنا اسم من اللي مسجلين أسماءهم. يلا يا شباب بدنا نمشي. ليش فيش مشاركة؟ مفروض أنك أنت تحل مش أنا اللي أحل. يعني إذا بتظلوا هيك بضطر كل جزئية أقولكم يلا اكتبوها شات وابعثوا لي إياها، كل جزئية اكتب لي شات وابعث لي إياها، ولا بكتب إيش أنا، لأنه أنت المفروض أنت اللي تحل مش أنا اللي أحل. يلا مين ينقلنا الجيت؟ جيت صعب الجيت؟ أنا وصفت لك بدي رجع قيمة X. كيف ببلش بتعريف ميثود؟ ديف جيت X. صح ديف. مين اللي بيشارك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ زياد. ياش؟ زياد. طيب جيت X بعدين شو البراميتر ليست؟ ايوه ما بدي يستقبل قيم بس بحط السلف. قلنا السلف هو راح يكون اول باراميتر بكل ميثود، حتى لو ما بستقبل قيم بحط سلف بعدين كولون نقطتين راسيات نهايه الفانكشن هيدر. شو وظيفته؟ وظيفته يرجع قيمه الداتا ممبر. كيف بدي ارجع القيمه؟ ريتيرن، جمله ريتيرن صعبه. ريتيرن سلف دوت underscore underscore x، مش اكتبها self dot x، انا اديتها من بر اسمه self dot underscore underscore x، مش تكتب x لحالها،
داتا منبر دائما عشان اعمل عليه اكسس لازم اقول سيلف دوت. هاي الميثود راح تسمح لي لو اليوزر هسه بدي يشوف قيمه اكس لبي 1 بيقدر ولا لا؟ بيقدر. مثلا بدي اطبع بس اكس لبي 1 ما بيقدر يقول له برنت بي 1 دوت اندرسكور اندرسكور اكس، بس بيقدر يقول لي برنت بي 1 دوت جيت اكس. بيقدر يستدعي جيت اكس. جيت اكس هو بعطيه قيمه اكس، بيوريه قيمه اكس، بيرجع له قيمه اكس، وبالتالي هو قدر يعمل عليها يقرا قيمه اكس بس بطريقه مش مباشره. مش مباشره قلت بي 1 اندرسكور اندرسكور اكس، مش مباشره، مباشره ممنوع. طريقه غير مباشره استدعيت الجيت اكس بي 1 دوت جيت اكس. هسه لو قلت له اكس هي وراني اياها انها 3، جيت اكس هي طبع لي اكس لحالها هاي القيمه اللي هي 3. طيب اذا بدي اغير على اكس، قلنا تغيير مباشره ممنوع، قلت قبل شوي بي 1 دوت اندرسكور اندرسكور اكس تساوي 10، ما غير لي الداتا منبر اكس، خلاها 10 ظلت 3. طب كيف اسمح له يغير بس بطريقه غير مباشره؟ قلنا بنعمل public function اللي هو set set x، بستقبل قيمه وبسندها للداتا منبر تحت شرط او بدون شروط. مين ينقل لنا set x؟ مين ينقل لنا set؟ تفضل. اللي هي def def set x set x بعدين self بستقبل self self وبس. طب ما هو بده يغير قيمه x دوت اندرسكور اندرسكور فاصلة x كولون الست. ما هو بده يعدل قيمه الداتا منبر، عشان يغير قيمه الداتا منبر بده يستقبل باراميتر. الجيت ما عدل، الجيت بس وراني رجع لي قيمه الداتا منبر للاوبجكت. الجيت ليش ما استقبلت باراميتر؟ لانه هو بس بده يعطيني قيمه الداتا منبر شو ما كانت. الست لا، وظيفته بده يسند قيمة جديدة للديتا منبر. طب وين هالقيمة الجديدة؟ لازم ياخذ يستقبل القيمة الجديدة. طبعا بدك تسميه اكس، بدك تسميها ان اي بي سي، الباراميتر انت حر. بعدين ممكن يسندها مباشرة، يحكي سيلف دوت اندرسكور اندرسكور اكس تساوي اكس. هاي اذا ما في شروط. اذا قلت لك مثلا بدي اكس تكون اكبر او تساوي زيرو، بديش اكس سالب، بدي اكس زيرو. احنا بنعرف المستوى الديكارتي يقسم لاربع اربع ارباع، الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، صح؟ الربع الاول بتكون اكس موجب وواي موجب، الربع الثاني اكس سالب واي موجب، الربع الثالث اكس سالب وواي سالب، الربع الرابع اكس موجب وواي سالب. لو احكي لك اكس اكبر من زيرو ما عنديش قيود على واي، يعني انا بدي الربع انه البوينت تكون بالربع الاول او الرابع، اكس بوزيتيف بس واي ممكن تكون نيجاتيف او بوزيتيف، ما عندي شرط على واي، واي حر انت حط لها اي قيمه. طبعا اذا بدي احقق هذا المبدا لازم افحص الاكس الباراميتر، مش تفحص لي السيلف دوت اندرسكور اكس، لا بتفحص اكس الباراميتر، هل هي اكبر او تساوي زيرو؟ اذا اكبر او تساوي زيرو باجي بحكي له انه self dot underscore x equal x. شفتوا عملت ازاحه لداخل الاف. اذا الباراميتر كانت x اكبر او تساوي زيرو، ساعتها قيمه x راح يسندها للداتا منبر x. شفنا اذا تحقق الشرط، وهذا السبب اللي انا بخفي البرايفت ممبرز عن اليوزرز الخارجيين. هذا سبب رئيسي انه انا ممكن احط شروط قيود. إذا سمحت لليوزر الخارجي إنه يعمل أكسس على الداتا منبر مباشرة، ممكن يحط قيم بتخالف الشروط. بس أنا لما أجبره إنه ممنوع يستخدم المنبر بشكل مباشر، بإني أعمل المنبر برايفت، وأجبره إنه يستدعي الست إكس، بضمن إنه هو ما يخزنش قيمة بتخالف الشروط داخل الداتا منبر. فهمنا شو أهميتها؟ ليش بعمل information hiding؟ فهمنا ليش بنعمل information hiding إحنا؟ عشان اقيد، احط شروط واخلي اليوزر يلتزم بهالشروط. هسه لو بعت مثلا ست اكس وبعت سالب، سالب ما راح يخزنها، ما راح يغير قيمه اكس، لانه بيجي بفحص اكس اكبر او تساوي زيرو فولس، ما بحطها بالاكس الداتا منبر، ما بيخزنها. طب اذا بعثت قيمه غلط ممكن تحط له else
تحط جملة print مثلاً your value is error وتسند أي قيمة self dot underscore x equal equal مثلاً 0 أو 1 أو ممكن تعمل raise value error raise value error the value you send is error is not correct مثلاً ممكن أعمل print ممكن أعمل raise بس ننتبه الفرق بين raise والprint البرنت بطبع عبارة وبيكمل الشغل عادي أما إذا عملت raise error بتطبع لك العبارة اللي طبعتها جوا الـ value error بس ما بيكمل التنفيذ بيقطع التنفيذ بيوقف تنفيذ البرنامج كله يعني هاي مثلا هاي بدي أعملها أعملها مرة برنت وبدي أرد أعيدها أعملها raise error برنت your value is not correct قيمتك خطأ ممكن أطبع له قيمتك خطأ مثلا ممكن نسند مثلا القيمة صفر أجي أقول له self إذا القيمة خطأ أو أخليها ما أغيرش القيمة أقول له قيمتك غلط وبديش أغير القيمة بدي أخليها على القيمة القديمة لأنها قيمتك غلط مثلا هاي خلينا استدعي الست إكس بدي أغير قيمة إكس أخليها 10 باجي بقول له بي 1 دوت ست إكس 10 10 بتحقق الشرط 10 بتحقق الشرط آه هي غير لي القيمة بطلت 3 صارت 10 صارت واي 19 لما جمعت 10 زائد 4 14 19 زائد 6 25 غيرها طب لو بعثت له بدل ال 10 سالب 10 شو راح يعمل؟ طبع لي your value is not correct القيمة اللي انت دخلتها غلط لهيك ما غير x ظلت x 3 شو يعني انك ما تسندش قيمة يعني بتضل على x على القيمة القديمة ظلت البرايفت منبر ما غيرها لسالب 10 خلاها عقيمتها القديمة اللي هي 3 لو اعطيته value error شوفوا كمل التنفيذ عادي ما قطع التنفيذ لان انا عملت جملة print عادية بس لو عملت raise value error مثلا value error ممكن الكلمة كتبتها صح شوفوا راح يعطيني الايرور ويقطع التنفيذ بيوقف التنفيذ دائما raise error بيقطع تنفيذ البرنامج بيوقفه عند لحظة اللي صار فيها الخلل انه انا بعثت قيمة السالب 10 غلط اعطاني هيو raise value error your value is not correct وقطع التنفيذ اذا بديش انا متى بختار raise ومتى بختار print إذا بدي يقطع التنفيذ بختار ريز إذا بديش يقطع التنفيذ خلص بدي يكمل بس يحكي لي إنه قيمتي غلط شو باجي بعمل؟ بعملها إيش؟ print اتفقنا؟ لأنه أخذتوا أنتوا ريز صح؟ أخذتوا الريز الإيرور طيب فهمنا الست والجت وشو وظيفتهن؟ وشو أهميتهن عندي؟ فهمنا ولا لا؟ فهمنا؟ طيب نروح على الكلاس نرجع خلصنا احنا من الكلاس بوينت بس من باب التذكير وتذكيرك بالست والجت نرجع على الكويستشن رقم واحد احنا ما كانش عندنا برايفت ممبرز بس انا عملت برايفت وذكرتك بالست والجت عشان تقدر تتعامل معهم نرجع على كويستشن نمبر 1 بالورك شيت طبعا اكيد انت المفروض انك اسئله الورك شيت تكون حالها مجرد ما نزلناها لازم تحلها قبل المدرس مش تستنى تاع المدرس يحلك انت لازم تجرب تحلها رايت لاحظ question 1 بيحكي لنا رايت a class student بدي اكتب class اسمه student that has the following attributes and methods رايت class student بدي اكتب class اسمه student بيحتوي على الاتريبيوتس والميثودز الاتريبيوتس اللي هي الداتا ممبر الميثودز اللي هي الفانكشنز اللي داخل الكلاس في عنا الـ stname to represent student name stnum to represent student number stage to represent student age يعني عندي اسم الطالب نوع string راح يكون أكيد اسم الممبر stname طيب رقم الطالب اسم راح يكون رقم integer ونوعه stnum stage عمر الطالب راح يكون integer صح؟ هاي الـ 3 data members ما قال ليش private أو public
بعملها بابليك عادي، بس احنا فهمنا اذا واحد برايفت كيف لازم اتعامل معه. طيب بدي اسالك سؤال، حكينا في اتريبيوتس خاصه بالكلاس وفي اتريبيوتس خاصه بالاوبجكت. بالاوبجكت هذول الاتريبيوتس، هذول الداتا ممبرز استي نيم، ما هن الاتريبيوتس، الاتريبيوتس اللي هي الداتا ممبرز استي نيم استي نم استي اتش، هل هذول بقدر واحد منهم اعتبره كلاس اتريبيوت ولا هذول اوبجكت اتريبيوتس؟ مين يميزنا ومين يذكرنا بهاي النقطة؟ مين يذكرنا بهاي النقطة؟ يلا يا شباب، مين يذكرنا بهاي النقطة؟ يلا مين يذكرنا بهاي النقطة؟ يلا وين الحضور؟ وين الطلاب الحاضرين؟ وين الحاضرين؟ وين المشاركة؟ في خمسة على الأغلب إذا المد 25 رح يكون 25 بين مشاركة وحضور غياب وكوزات، مش قلال يعني. يلا يا شباب، مين مين يذكرنا وين رايحين؟ أختار أنا اسم وأسأل. لين، يلا يا لين. لين ياسين، يلا يا لين جاوبي. إذا بسأل طالب وما بفتح وبيجاوب بعتبره إنه بس فاتح ورايح، بشيله عن الحضور والغياب وبحط له علامة صفر. انتبهوا لهاي الشغلة، المحاضرة بدك تحضرها. يلا أنا سألت لين، سألت لين ياسين، لين ياسين. اللي بسأله بطلعه من المحاضرة كمان. يلا منا نقف وتجاوب، منا نقف، اللي بسأله بده يجاوب. يلا يا لين. دكتورة كتبت على الشات مشترى صوتها. نعم كتبت على الشات مشترى صوتها. ما هي مش طالع الصوت لأنها ميوت. اعملي انا ميوت بعدين احكي. اعملي انا ميوت، ما انت ميوت. ميوت يعني مسكر الصوت. بيعمل الواحد انا ميوت بعدين بدون فيديو. انا طلبت فيديو لانك مش راده. بدون فيديو بس اعملي انا ميوت بعدين جاوبي، حتى لو ما عندكيش اجابه بس بدي اشوف انك حاضر مباشرة. بسأل واحد يجاوب، حتى لو بتوش يجاوب يحكي لي مثلا عارف أو مش عارف، عادي مش مشكلة. اتفقنا؟ بس مش إني أسأل وأنت بعالم ثاني. دكتورة صوتها مش طالع، صوتها بنفسه مش طالع، مشغلي لي ميوت بس صوتها مش طالع. طيب مين بده يجاوب؟ يلا مين يجاوب عنها؟ مش مشغلة، هاي كلكم ميوت عندي. دكتورة غير أحمد صخر، أحمد صخر اللي عامل أنا ميوت والباقي كله عامل ميوت. لين هسه عملت أنا ميوت. يلا يا لين، صوتك طلع ولا لا؟ طيب خلاص مش مشكلة. يلا يا أحمد. دكتورة هسه النيم والنمبر والإيج هن عبارة عن بالكلاس موجودات، لأنه الكلاس هي عبارة عن type of object، أما الأوبجكت بتكون هو عبارة عن thing. اتوقع انه هيك يعني اللي بعد. لا انا مش هيك بسال، انا بسال الداتا ممبرز هل خاصه باوبجكت ولا خاصه بالكلاس كامل؟ انتوا حتى يعني هاي نقطه رئيسيه مش فاهمينها. هسا الاستي نيم كل طالب له اسمه او لا؟ لا تمام. له اسم، اذا هاي خاصيه للاوبجكت. تمام. استي نم كل طالب له رقم. تمام له رقم. اذا هاي خاصيه للاوبجكت. STH كل طالب له عمر. اكيد. اذا هاي خاصيه للاوبجكت. تعلمتوا الداتا ممبرز اللي بتعرفوها خارج الكونستراكتر وداتا ممبرز بتعرفوها جوا الكونستراكتر، متذكرين؟ هاي كلاس. بدون مقاطع عليك بس ممكن؟ تفضل. انا هسه انا ماخذ الماده مع اللاب، يعني ما بعرف اشياء كثير يعني المره. مين اللي ماخذ الماده مع اللاب؟ بس انت ماخذها مسبقا. لا ممنوع، ما هو ممنوع التزامن اصلا. ما رضيت تنزل لي الماده غير تنزلت اللاب معها.
وانا دكتوره والله بالتزامن مرضي. رجعوه متزامن مش متزامن، ما هو اللام مع لا المال. متزامن ملزامي بالعكس، ما رضي يسد لي الاوبجكت لحالها الا بلافه. بأي شعبة بأي سنة انتو؟ انا سنة 18 ثانية ما تبغى. اللام متزامن؟ متزامن. لا اللام مش متزامن، ما هو والله ما رضي ينزل لي المادة غير ما نزلت اللام، عشان هيك ما بقدرش اجاوب، يعني مش عارف ايش لحد الان. طب كيف احنا عرفنا اعذر منك يعني. كل اللابات فقد التزامن عشان الطالب ياخذها بعد المادة، يكون عارف كل شيء بالمادة بعدين يجي ياخذ اللاب. ما بعرف والله، نزلت جدا نزل مادة قال لي لازم تنزل لاب معها، فنزلت اللاب. انتوا 2019؟ 18 انا. بجوز انتوا 18 كان متزامن، 2019 كان لا. مش طيب مش مشكلة، اقرأ. بعدكم من 2018 مش ماخذين الأوبجكت؟ نزلت مواد كثير. طيب مش مشكلة اقرأوا. هي نفس المبادئ، إذا ما أخذها على السي الأوبجكت كمان نفس مبادئها. لو قلت لك مثلا عدد الطلاب، number of students، عدد الطلاب، عدد الطلاب هاي خاصية للكلاس ولا خاصية لأوبجكت؟ لا هاي خاصية للكلاس مش لأوبجكت. مش أنت بتعمل هاي مثلا number of students هيك خارج الكلاس، باجي مثلا تساوي zero، هاي هيك بتكون خاصية لأتريبيوت للكلاس مش لأوبجكت معين. طبعا أنا راح أحذفها لأنها مش مطلوبة. أما نيجي على تعريف الداتا ممبرز الخاصة بأوبجكت، ما بحطها برا الكونستراكتر، وين بحطها؟ داخل الكونستراكتر. وين راح أحط الداتا ممبرز الخاصة بالأوبجكت؟ داخل الكونستراكتر. وهدول حكيت لك إنه هدول خاصات بالأوبجكت، يعني كل أوبجكت لازم يكون عنده نسخة من له اسم وإله رقم وإله عمر، صح؟ بيختلف عن الأوبجكت الآخر، كل طالب له اسم ورقم وعمر غير عن الطالب الآخر. إذا أنا هاي الداتا ممبرز ما بعرفها خارج الكونستراكتر، وين بعرفها؟ داخل الكونستراكتر. وين راح أعرفها؟ داخل الكونستراكتر. طب الكونستراكتر كيف بعرفه؟ def underscore underscore i n i t underscore underscore. طب الكونستراكتر شو هو؟ هو ميثود وظيفته يعطي قيم ابتدائية للداتا ممبرز الخاصة بالأوبجكت. هو ميثود وظيفته يعطي قيم ابتدائية للداتا ممبرز الخاصة بالأوبجكت. طب بصير أسميه مثلاً int بدون underscore underscore؟ لا هيك اسمه underscore underscore int underscore underscore. شو بستقبل؟ حكينا بستقبل أول باراميتر كل ميثود شو هو؟ سلب. بعدين بستقبل متغيرات أو باراميترز عشان يسند قيم للديتا منبر. كم ديتا منبر عندي؟ ثلاث. طبعا هاي راح ألغيها أنا، بس أنا أعطيتك مثال على، لاحظ شو هن؟ نيم ونم وإيج. نيم ونم وايج، هاي 3 باراميترز بالاضافه للسلف بتصيرن 4. هسا داخل الكونستراكتر انا بنشئ الداتا ممبرز اللي هي بتمثل اتريبيوتس للاوبجكت، ما بعرفها برا الكونستراكتر، بعرفها داخل الكونستراكتر. عرفنا الاتريبيوتس الخاصه بالكلاس بتتعرف برا، بنشئها برا الكونستراكتر. اما الاتريبيوتس الخاصه باوبجكت بعرفها داخل الكونستراكتر. وهذا راح تاخذوه بالتفصيل، اخذوا اللي الطلاب اللي مش متزامن اخذوا، الطلاب المتزامن راح تاخذوه بالتفصيل. بس احنا مثلا بعد شوي راح نخلص الاساسيات ونروح على الاوفرلودنج، صح؟ راح اشرح لكم شوي، بس المفروض انها تكون غير متزامن. بدي اتاكد اشوف ليش في طلاب نازلينها متزامن، راح اتاكد. او انت ماخذ الماده مسبقا وماخذهن مش عارف يعني. لاحظ سيلف دوت اس، كيف عرفنا الداتا ممبر؟ ما بقول اس تي نيم لحالها، لا بقول سيلف دوت اس تي نيم. لو ما حطيت سيلف ما بعتبرها داتا ممبر. سيلف دوت اس تي نيم يساوي
النيم. طيب الـ STNUM نفس الإشي، self dot STNUM يساوي num. self dot st age يساوي age. self dot في إشي منهن برايفت؟ هدول هدول كلهن بابليك، لأنه هو ما حكى لي إنه بده برايفت، ما حكى لي بده ممبرز برايفت، ما قال لي إنه الاس تي نيم مثلا برايفت. لو برايفت ما بكتب اس تي نيم، بكتب اندرسكور اندرسكور اس تي نيم، سيلف دوت اندرسكور اندرسكور اس تي نيم لو كانت برايفت. لو قال لي بروتكتد بقول سيلف دوت اندرسكور واحدة اس تي نيم، ما حطيتش ولا اندرسكور، شو بتكون؟ شو بيكونن؟ بابليك. ولاحظ وين انشأتهن، وين انشأتهن هذول الممبرز، خارج الكونستراكتر ولا جوا الكونستراكتر؟ جوا الكونستراكتر. طب ليش انشأتهن جوا الكونستراكتر واعطيتهن قيم؟ لانهن هذول خصائص للاوبجكت. كل ما اعرف اوبجكت واستدعي الكونستراكتر بعطيهن قيم، لانه كل اوبجكت راح يكون لهم قيم مختلفه عن الاوبجكت الاخر لهي الداتا ممبر. بس عدد الطلاب هاي خاصيه للاوبجكت؟ لا، هاي خاصية للكلاس. إذا منطقيا مش اعملها جوا الكونستراكتر، اعملها خارج الكونستراكتر. اتفقنا؟ طيب نكمل. عند مين انتم منزلين المادة؟ للطلاب اللي منزلين غير متزامن. عند الدكتور على الخطيب. رعد؟ طب اسألوه ليش يعني بصير متزامن ولا لا؟ تأكدوا منه. لأن أنا بعرف إنه هي غير متزامن، كله فكينا التزامن عن اللابات، صارت غير متزامن. أنا تأخرت نزلت الأوبجكت بصراحة، كنت بدي أحول وكذا تمام، بس أتوقع هي مربوطة برقم الجامعة 2018 أتوقع متزامن. لأنكم 2018، بس بدك شو تعمل؟ طب أنتوا من 2018 ما نزلتوش الأوبجكت من زمان؟ مو أنا حكيت لك كان عندي مشكلة، كنت بدي أحول بطلت بعدين فتأخرت. بدك تقرا يعني، خذ الوحده الثانيه هسه اللي هي كيف تكتب كلاس، واقراها حضرها قبل ما تاخذها عشان تمشي كمان باللاب. اتفقنا؟ يعني بدك وقبل ما هاي تاخذ الوحده الثالثه الاوفرلودينج. هي مبادئها سهله يعني، مبادئهن سهله، انا راح اشرح شوي مبادئهن سهله، وبالماده اكيد راح تاخذها بالتفصيل، بس انا عشان تمشي يعني. هسه احنا بالماده بعدنا ما فتناش بكتابه كلاسز، يعني لو احنا متزامن بقدرش اعطي ولا مثال، ولا مثال فعليا لو انه متزامن ما بقدر اعطي، لانه بعدنا بنشرح يو ام ال والريليشن شيبس والعلاقات. وهاي الجزء الاسبوع الجاي نبلش بالوحده اللي بكتب كلاس فيها اشياء بسيطه شوي شوي شوي، بدي كمان اسبوعين وراها بدي على الاوفرلودنج، فالطلاب ياخذوها وانا اعطي. احنا هسه تمام دكتوره، بس اتوقع وقت الامتحان الامور بتكون تمام اتوقع يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وكمان عشان تطبق وتحل الواجبات اللي بنحطن بدك تنتبه على المحاضرة وتحضرها مزبوط وتطبق. تمام تمام الله يكرمك، شكرا. مش إشي صعب، هو مش إشي صعب، عادي يعني بتقدروا. الديسبلاي الديسبلاي هو ميثود بده يطبع قيم الداتا ممبرز. ديسبلاي ميثود عشان تطبع قيم الداتا ممبرز. خلينا نعمل الديسبلاي، يلا نعرفه. ديف كيورد ديف، دائما اي ميثود هي فانكشن بتبلش بالكيورد ديف، اسمها ديسبلاي. احط اندرسكور اندرسكور؟ لا، بس الديسبلاي بده يطبع، بشوف الداتا ممبرز وبطبعهن، ما بده قيم، ما بده يستقبل غير السيلف. نتذكر الديسبلاي بيستقبل فقط السيلف. ليش بيستقبل السيلف بس؟ هو ما بده يغير على الداتا ممبر، هو بده يطبع الداتا ممبرز. طيب راح اعمل برنت مثلا، أطبع إيش؟ عبارة. طبعاً هاي انتبهوا للعبارات وللطباعة، إذا رحنا على باث تو كود الموقع لازم يكون الطباعة دقيقة 100% زي ما هي مطلوبة بالضبط، لأنه إذا زدنا فراغ كنا أو نقصنا فراغ بعطيني بكون حلي ما بعطيني علامة السؤال. أنا مش حاطين قيود هسا. أستي نيم تساوي فاصلة سيلف دوت ST name، والفاصل بنعرف بالبايثون بتضيف لي الفراغ، لهيك انا ما حطيت يساوي كوتيشن.
الفاصل راح تضيف في الفراغ بين الفاصلة وقيمة الأستينة، والبرنت بس يطبع القيمة بنزل سطر تلقائيا، هو بنزل سطر. إذا بدي أطبعها على نفس السطر بقول له الانت تساوي فراغ بضيف، أنا ما حطيتش، بدي أطبع كل قيمة على سطر. هاي أستي نام يساوي سيل دوت أستي نام. كمان الايج برنت أستي إيج يساوي فاصلة سيلف دوت أستي إيج. هاي طبعت، خليت الفانكشن ديسبلاي يطبع قيم الداتا ممبرز المعلومات كاملة الخاصة بالستودنت اللي هو رقمه واسمه وعمره. طيب بعدين بحكي لنا تيست إيج ميثود to test if the age is greater than 20, print greater than level 2, else print less than or equal to level 2. بحكي لنا اعمل method. method يعني function اسمه test age. شو اسمه test age؟ هذا شو بيعمل التست age؟ بفحص قيمة ال data member age اللي هي st age، بفحص قيمة ال data member age يعني ال st age. إذا كانت أكبر من 20 راح يطبع عبارة greater than level 2، إذا لا راح يطبع عبارة less than or equal to level 2. يلا مين ينقلنا test age؟ يلا مين ينقلنا test age؟ الميثود test age سهلة. يلا def، نبلش بالكيورد def، اسمه test age. طب يستقبل parameters؟ يستقبل لا، بس السلف هو ما بده يغير على الايج، هو بده يفحص قيمة الداتا ممبر ايج. طبعا للي ما اخذ داتا في فائدة، احنا اخذتوا الانكابسوليشن. الانكابسوليشن تغليف الداتا مع الميثودز داخل اطار الكلاس، تضمين الداتا والميثودز داخل غلاف الكلاس. كل الميثودز بتكون شايف الداتا ممبرز، وبتقدر تعمل اكسس على الداتا ممبرز بشكل مباشر، سواء كانت الداتا ممبرز برايفت او بابليك. اتفقنا؟ هاي فائده التغليف. التغليف بس لو كانت فانكشن، كل فانكشن لحال ما بتكون شايفه شيء اسمه داتا ممبرز لو كانت مش جوا كلاس، بس داخل الكلاس كل الداتا ممبرز بيكون كل الفانكشنز اللي داخل الكلاس شايفينهن. طب التست ايج شو قال لي؟ قال لي بدي يفحص الايج، يفحص العمر، هو ما بده يغيره. إذا بده يغيره زي الست بيستقبل قيمة جديدة عشان يغير، بيستقبل باراميتر، استقبل قيمة عن طريق باراميتر عشان يغير قيمة الداتا ممبر. بس التست هون ما بده يغير، البرنت ما بده يغير، بس بده يطبع الداتا ممبر. هو شايف الداتا ممبرز راح طبع لي إياهن. التست ايج شايف الايج بده يفحصه عن طريق جملة اف، اف سيلف دوت ST، ننتبه على الاسم الداتا ممبر، إذا كان أكبر قال لي من 20 print شو أطبع؟ greater than level 2 صح؟ شو قال لي أطبع؟ طبيعتي صح؟ ما حطيتش string بين double quotation، بصير أطبع إشي بدون double quotation أو single quotes. طيب else وإلا، إذا كان أقل أو يساوي 20 عمره قال لي print less than or equal to level 2، هيك قال لي اطبع العبارة وبنلتزم بالعبارات المطلوبة. هاي test age. خلصت المطالب؟ خلصنا المطالب. بعد ما خلصنا المطالب قال لي define object S1، عرف ال object S1 من نوع student. طبعا بدي اعطي قيم، اذا بدنا انتبهوا، اذا بدي اعرف object اقدر اعرف object بدون ما اعطي قيم، ممكن احط قيم افتراضية. القيم الافتراضية تعلمتوها بالfunctions، نفسها بقدر اطبقها على اي function سواء constructor أو أي function آخر، يعني مش بس على الconstructor. مثلاً النيم ممكن أحط empty string يساوي empty string، النم مثلاً يساوي 901، الايج مثلاً يساوي 19 على سبيل المثال.
هاي بنسميها قيم افتراضية. خلينا نتذكر القيم الافتراضية. القيم الافتراضية اني شو معنى اعطي قيم للباراميترز؟ يعني اذا ما اعطي، اذا بجملة الاستدعاء ما بعثت قيم لهاي الباراميترز باخذ القيم الافتراضية، هاي معناها. والشغلة الثانية اللي بدنا نتذكرها انه القيم الافتراضية لازم تكون على اقصى يمين الباراميتر ليست. وين لازم تكون؟ على اقصى يمين الباراميتر ليست. شو يعني على اقصى يمين؟ يعني لو بديش اعطيهن كلهن قيم افتراضية، بصير اعطي النيم قيمة افتراضية والنم لا، والايج احط لها قيمة افتراضية؟ ما بصير. اللي بدي اعطيهن قيم افتراضية لازم يكونن على اقصى يمين الباراميتر ليست عشان ما يعطيني ايرور. اتفقنا؟ وهاي بكل لغات البرمجة نفس القاعدة، يعني تختلفش من لغة للغة، نفس القاعدة. اللي بدي اعطيهن قيم افتراضية لازم يكونن على اقصى اليمين. طب قل لي انا معطيهن كلهن، معطيهن كلهن ما فيش مشكلة، بس مثلا لو اعطيت واحدة فيهن، واحدة لازم تكون على اقصى اليمين اللي هي الايج. اذا بدي ثنتين، اذا بدي النيم بحطها على اقصى اليمين عشان اقدر اعطيها قيمة افتراضية. اتفقنا؟ طيب هسا بدنا نعرف الاوبجكت S1. هاي S1 يساوي، هو اوبجكت من نوع، كيف بعرف الاوبجكت؟ اسم الاوبجكت يساوي اسم الكلاس student، وننتبه على حالة الحرف student. لو ما بعثت، لو حطيت اقواس فاضية عادي، باخذ النيم empty string والرقم 901 والاتش 19 اذا ما بعثت قيم. لا بس انا بدي ابعث. هاي الاسم احمد، الرقم الطالب 2019902100 مثلا اذا كان موجود الطالب، عمره مثلا 20، خليه 21 مش مشكله. لو بدي اطبع معلومات اس 1 بقدر اقول برنت، انتبهوا، بقدر اقول برنت اس 1، بقدر اقول برنت اس 1 لا، بس نعمل، راح نتعلم بالاوفرلودنج نعمل. طبعا انتوا تعلمتوا اللي ماخذين الماده، اللي مش ماخذين الماده بالاوبريتر اوفرلودنج راح نعمل اوفرلودنج لفانكشن اسمه str اللي هو السترينج، راح يكون اسمه str_str_. نعمل اوفرلودنج بحيث اقدر اطبع معلومات الاوبجكت، رجع لي معلومات الاوبجكت. سهل كثير، اذا عملت هذا الفانكشن اللي اسمه str بقدر اعمل برنت s1، بس اذا مش عامل الفانكشن اللي اسمه str ما بقدر اقول برنت s1. هسا لو عملت هاي بيعطيني ايرور، راح يعطيني ايرور ان انا مش عامل برنت عشان اقدر اعمل برنت. طب كيف بطبع معلومات اس 1؟ اس 1 دوت ديسبلاي، بستدعي الديسبلاي، ديسبلاي هو بطبع لي المعلومات. ما بقدر برنت اس 1 ليش؟ لاني مش عامل الفانكشن اللي اسمه اس تي ار، بس اعمل الفانكشن اللي اسمه اس تي ار بقدر اطبع معلومات اس 1. اتفقنا؟ بعدين قال لي، شو قال لي ما طلب مني؟ اطبع معلومات، بعدين test the level of the student، افحص الليفل للطالب. كيف بفحص الليفل للطالب؟ عندنا function اسمه test age. test age هو بفحص بناء على العمر، بعطيني ليفل الطالب. اذا انا بطريقة غير مباشرة قاعد بقول لي استدعي test age. كيف بستدعي؟ اسم الاوبجكت دوت اسم الفانكشن اللي هو test age. طب ابعث له قيم؟ لا، بدي احط الاقواس فاضيه لانه هو بيستقبل سيلف. السيلف هذا مؤشر على الاوبجكت، ما ببعث له شيء سيلف. انا ببعث باراميتر لكل شيء ما عدا السيلف، لما يكون سيلف بحط الاقواس فاضيه لما استدعي. طيب هاي عملنا رن، هاي طبع لي المعلومات. ST name يساوي احمد، ST num يساوي 2019902100، ST age 21، 21 أكبر من 20 لما استدعيت التست ايج فحص العمر، عمر الطالب اللي هو 21 أكبر من 20. لاحظ أنا ما بعثت له العمر، هو شايف عمر S1. الـ S1 أخذ قيم الداتا ممبرز من الكونستراكتر، كونستراكتر أنشأ الداتا ممبرز وأعطاهم قيم. لما قلت له تسبلاي راح دور على الداتا ممبرز بدون ما أبعث له وطبع لي إياهن. لما قلت له تست ايج راح شاف الايج الـ STAج وفحصه هل هو أكبر من 20، طبع لي greater than level 2. لو كنت حاطه 19 أو 20 مثلا راح يطبع لي less than or equal to level 2. طيب خلينا نكمل، ضل عنا كمان مثال نحله اليوم اللي هو exercise رقم 3. بحكي لنا
write a class compare. فهمنا الكلاس student، فهمنا الأشياء لحد الآن. طيب الكلاس compare، الكلاس compare that has three attributes. طبعا هو كانت two attributes بس أنا ضفت الثالث A و B و C. Three attributes. شو يعني attributes؟ يعني data members A and B and C. It also it has also one method print max. وبيحتوي على method أخرى اسمها print max that will print the maximum of A فاصلة B فاصلة C. طبعا أنا بقدر أعمل A و B و C class attributes. Class attributes يعني بدون constructor. أقول له A تساوي 10 B تساوي كذا. بس أنا لا بدي أعمل constructor وأعملهن object attributes. يلا نعرف الكلاس. كلاس اسمه compare. شوفوا كيف كتبت اسم الكلاس compare colon. قلت لك بدي شيء بقدر اعملهن A مثلا تساوي 10 B تساوي كذا C تساوي كذا، بس انا قلت بدي اعملهن داخل الكونستراكتر عشان يكون members خاصة بالobject مش members خاصة بالكلاس. div شو الكونستراكتر حكينا؟ underscore underscore i n i t underscore underscore بيستقبل self فاصلة A فاصلة B فاصلة C. بدك تحط قيم افتراضية بصير بدكيش، انت حر حسب إذا مش مقيدك انت حر، إذا قيدتك لا بدك تلتزم بالقيود. بعدين شو رح أعمل داخل الكونستراكتر؟ رح أنشئ الداتا ممبرز. بدي داتا ممبر اسمه A، بقول self.A يساوي البراميتر A. بدي داتا ممبر B self.B يساوي B. بدي داتا ممبر سي سيلف دوت سي تساوي سي. بعدين قال لي اعمل فانكشن اسمه برنت ماكس. هذا الفانكشن وظيفته يطبع القيمه الاكبر بين A و B و C. شوفوا راح اعمل هاي ديف برنت اندر سكور ماكس. هذا بده يستقبل A و B و C؟ لا هو ما بده يغيرهن، هو بده يعطينا القيمة الأكبر بيناتن، بس بيستقبل سيلف لأنه هو شايف الداتا ممبرز، هو راح يكون شايف الداتا ممبرز. طب مين يذكرنا كيف بوجد القيمة الأكبر بين ثلاث قيم؟ متذكرين؟ بعمل متغير جديد مثلا اسمه M، بعطيه واحد من القيم اللي هي سيلف دوت A، مش شرط A، لو بدك تعطيه B بصير، لو بدك تعطيه C بصير، بس بعدين بدك تاخذ القيمة الثانية والثالثة وتقارنها مع M. إذا كانت أكبر من M بتصير هي قيمة M. تيجي باخذ أنا أخذت self.A سندت ل M، طال عندي self.B و self.C، فأجي بقول self.B إذا كانت أكبر من M فإن M تساوي self.B. ونفس الإشي بدون else، بدون else لأن كمان لازم أفحص C. self.C هاي تعلمتوها الطريقة صح؟ أكبر من M إذا M تساوي self.C. لو عندي قيمة رابعة دي برد بعمل جملة F جديدة وهكذا. ما بدي أطبع، ما بدي يرجع لي، قال لي اطبع النتيجة. فأجي بقول له print the max among القيمة الأكبر بين مين؟ بين A و B و C. طب شو أعمل؟ بدي أدمجهن دمج عشان ما زيدش فراغات، أو إذا بدي فراغ بقدر أحط among فاصلة self.a فاصلة كما فاصلة. إذا بدي أتحكم بالفراغات ما بتحط فاصلة، بتحط دمج، تدمجهن بلس 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 سيلف دوت بي. بس انتبهوا إذا عملت عملية دمج بلس لازم أحول أعمل اس تي ار اوف سيلف دوت اي، اس تي ار اوف سيلف دوت اي، أعمل لها عملية تحويل، اتفقنا؟ فاصلة اند فاصلة سيلف دوت تي، خلينا نعمل line continuation فاصلة يساوي فاصلة M. لو عرفنا object من نوع compare هاي C1 تساوي compare مثلا
34 23 16 أو 24. شوف القيمة الأكبر بيناتن، باجي بقول له C1.print_max. لاحظ C1.underscore_max والأقواس فاضي لأنه ما بيستقبل قيم. قولي إذا عندي غلط. طيب إذا max among 34 23 and 24 تساوي 34، ولو غيرت بالقيم راح يعطيك القيمة الأكبر بين الثلاث قيم. هيك بنكون خلصنا المحاضرة، يعطيكم العافية. اليوم يوم الخميس ما فيش محاضرة، بس راح أحط لكم واجب لازم تحله يوم الخميس.